السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم محاضرتنا راح تكون عن اليورناري سيستم اللي هو الجهاز البولي. ومثل ما تعرفون هو وظيفة الجهاز البولي إنتاج وتخزين والتخلص من البول والفضلات السائلة التي يفرزها الكلى، واللي بدورها تقوم بإنتاج البول من خلال تصفية الفضلات والماء الزائد من الدم، بعدين ينتقل منها عن طريق الحالبين اللي هي ذني الحالبين، بالتالي حيملأ المثانة وبعدين ينتقل يملأ المثانة وينتقل ثم للإحليل حتى ينطرح خارج جسم الإنسان. ويتكون طبعا الستراكشر مال اليوناري سيستم من الكيدنيز الكليتين نيفرونز النيفرونات والرينال بيلفز اللي هو المستودع الفلوي اللي هو يكون أما وريدي أو شرياني، واليوتريز اللي هو يحصل بالحالب، وكذلك اليورينري بلادر المثانة البولية، وأيضا عندي اليوريثرا اللي هو الإحليل. هسا نشوف الكليتين. هنا أنا عندي الكليتين، هنا أنا عندي اثنين، واحدة على اليمين واحدة على اليسار. أوكي، طبعا هنا تكون تحتوي على النيفرونات اللي هي الوحدات اللي تكون الكلى، ويحتوي هنا على الكلى الغدة الكظرية اللي هي تفرز هرمون الأدرينالين اللي هو يعمل على كهرمون يشتغل بوقت، يعني شلون يسوي يقظة، أو يعني مثلا في حالة الإنسان يحس بخطر أو الهروب، أو أثناء مثلا يعني شلون استجابة ويقظة لجسم الإنسان، يعني شلون نسوي مثل الشوك لجسم الإنسان. فهنا أنا عندي أيضا هذا الرينال فين، هذا الحوض الكلوي، هذا الرينال فين الحوض الكلوي الوريدي والحوض الكلوي الأرتري اللي هو الشرياني. زين، هنا أنا عندي هذا يوتري، هذا الحالب، هذا يوتري، يوتري هذا الحالب اللي هو يقوم بنقل البول من الكلى إلى المثانة. طبعا المثانة هي اللي تخزن البول وبعدين تطرحه عن طريق اليوريثرا اللي هو الإحليل خارج جسم إنسان. وطبعا الإحليل يختلف بطوله بالذكور عن الأناث، طبعا بالذكور يكون أطول، وعن طريق الحالب يعني هو اللي يقوم بعملية دفع الحيوانات المنوية أو نقل السائل المنوي وقذفه لدى الذكور، لذلك يكون أطول بالذكور عن الأناث. طبعا هنا منطيني اهم وظائف الكلى، منطيني اياها اللي هي فلتريشن، هي عمليه تسوي تصفيه، وكذلك عندي اعاده الامتصاص، وكذلك التخلص من المواد الزائده. طبعا اهم مكوناتها اللي هي الكورتكس والمجهول اللي هي القشره والنخاع. وطبعا الكلى مهمه بالسيطره على ضغط الدم وانتاج كرات الدم الحمراء. طبعا هاي الوحدات اللي تكون الكلى اسميها النيفرونات، وعادة النيفرونات تكون عددها كلش عالي بالكليتين، حوالي يعني ما يقارب 2 مليون نيفرون. زين، هسه هنا أنا عندي هذا مقطع بالكدني يوضح لي بالكورتكس اللي هي القشرة and upper medulla والأعلى النخاع، هذا اللي يكون. طبعا هنا أنا عندي هاي الكبيبات الكلوية كوليومينار، وهاي تكون محاطة بمحفظة بومان. هاي تكون أنابيب الجمع collecting tubules، أنابيب الجمع. أوكي، هنا أنا عندي مقطع يوضح لي الكدني كورتكس القشرة والمديولا اللي هي اللوب and الإهرامات الكلوية and الرينال باباليا اللي هي أسميها الإهرامات الكلوية
وهنا أنا عندي الرينا البابالية اللي هي يقصد بيها الحليمة الكلوية، اللي هو المكان اللي تتفرع من عنده الإهرامات. زين، هاي هنا أنا. هاي الرينا البابالية، هاي اللي يقصد بيها هذا المكان اللي تتفرع من عنده الإهرامات. زين، هاي قنوات الجمع collecting dicks. هذا هنا أنا النسيج يكون كل يوم من الإبيتليوم. أوكي، هاي هنا أنا الخلايا الأديبوز. هاي المنطقة الطوخ كلها أسميها الكورتكس، القشرة. زين، وهاي هنا أنا المنطقة الفاتحة كلها أسميها المديولا، اللوب. زين، هذا هنا أنا عندي مقطع باليوريترا اللي هو الحالب. طبعا الحالب هذا المكان اللي أسميه الجوف مالت الحالب. هذا يحتوي هنا الطبقة تكون نسيج انتقالي طلائي، transitional epithelium tissue، نسيج انتقالي طلائي. ليش انتقالي؟ حتى يسمح بالتمدد والانبساط، يعني أثناء امتلاء البول تتمدد، ومن من تتخلص من البول تنبسط. هاي هنا عندي الفينيول اللي هي الأوردة، هاي هنا الأرتريز اللي هي الشرايين، هاي الأدفنتيشية، هاي الأديبوس تيشيو الخلايا الدهنية، هاي الصفيحة المخصوصة اللامينا بروبريا، وهاي هنا عندي طبقة من العضلات الملساء الطولية، هذه هنا، وهنا عندي طبقة من العضلات الملساء تكون دائرية. هاي أديبوز تشو. هنا أنا عندي هذا المقطع اللي يوضح لي اليوناري بلادر، اللي هو المثانة اللي هي المخزن مالت البول اللي يجمع بيها البول. طبعا هنا أنا تحتوي على الطيات المخاطية، اللي هي هاي الطيات المخاطية، وتكون السطح مالتها محاط بي ترانسيشنال ابيثيليوم تشو، نسيج انتقالي بتكم حتى يساعد على التقلص والانبساط. وهاي الصفيحة المخصوصة اللي هي اللامينا بروبريا. هنا أنا بلود فازلز، أوعية دموية تتضمن أوردة وشرايين. هاي أيضا بلود فازلز، هذه بلود فازلز، هذه بلود فازلز. هاي هنا أنا عندي طبقة السيريوسا، هذه اللي تتكون من كونكتيف تيشو وميزوثيليوم. هنا أنا عندي كونكتيف تيشو. هنا أنا عندي حزام من السموث من العضلات الملساء. انتهت المحاضرة، فقط اللي حشيته بالمحاضرة مطلوب. أوكي.